اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولكن لما نقول سمك يعني لازم نقف وقفه كده حلوه ونعمل الاسماك ترد الصغيرين قبل الكبار، لان اكله السمك دي لازم ولادنا يتاسسوا عليها ونحببهم في السمك. البعض يقول لك انا مش بحب السمك، بحب الجمبري. جمبري يعني ده عايز مصروف خاص ويدخل على تقيل. فالجمبري النهارده هنعمله سباريت رولز بالجمبري مع الشعريه الصيني، حاجه لطيفه كده من المطبخ الصيني او الياباني. حاجه كده سباريت رولز بياخد صويا صوص، بياخد توابل، بياخد شعريه في ليفر مميز، وفي الاخر بنضيف له جمبري او سي فود حسب الرغبه. معانا سمك فيليه شبيض النهارده بنعمله كرانش. هنعمله ازاي يبقى كريسبي ولطيف وجميل؟ نقدمه مع مايونيز، نقدمه مع كاتشب، مع توميه حسب الرغبه. معانا كمان النهارده طبق رز جامد جدا فيه كل البحر. ارز فرايد سي. فرايد سي ده تشكيله من السي فود اللي موجوده عندنا، قشريات ورخويات واسماك. بتاخد رز مصري مسلوق، بتاخد بصل اخضر او بيض حسب الرغبه. تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده. اكله سمك تستحق التقدير ان احنا نعملها، وممكن الحلقه معانا بتتعاد يوم الخميس من كل اسبوع ان شاء الله. فعايزين حضراتكم لما نخش المطبخ نعمل اكله سمك لازم نحط في الاعتبار ان في اطفال لازم نحببهم في السمك. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا تفاصيل الحلقة بتاعتي، هنعمل ازاي أكلة سمك مختلفة طعمها مميز بترد الصغار قبل الكبار. هنبدأ أستاذة رحاب بالكرانش بتاعنا والكريسبي السمك الفيليه، هنعمله مع بعض ازاي تتبيلة، وازاي أضمن الكفر بتاع تتبيلة السمك ما تنزلش بالسمك وهو بيتحمر في قلب الزيت. دي مشكلة احنا بنواجهها كلنا لما نيجي نقلي سمك يا شيف مغازي، بنلاقي الكفر او التتبيله او الخلطه اللي انا عامله بيها السمك بتنزل في قلب الزيت والسمكه لوحدها كده طبعا ما فيهاش لا تتبيله ولا فيها كفر. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي، وايه سر الكريسبي او الكرانشي اللي هو نعمله مع السمك او الفراخ. معانا سمك فليش بياض، معانا اللي هي رقائق الذره بتجاب وتنطحن بالشكل الجميل الحلو ده كده، او في منها مطحون. معانا معلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر كمون حسب الرغبة. عايزة تاخد الكرانش ده وتروح على الصين يبقى التتبيلة بتاعتنا التوم وصويا صوص وزيت السمسم. عايزة تروح على المطبخ العربي حط لها التوابل العربية بتاعتنا حسب ما انت حابة. عايزة تاخديها المطعم الطلياني حط لها زعتر وروزماري وهكذا. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. هناخد السمك الفيليه بتاعنا نتبله اول حاجة ونخلي ده كده على جنب. ده مش وقته خالص. حلو قوي. شوية زعتر من دول كده بيدي طعم حلو للكرانش بتاعنا اهو. حلو اهو، زعتر بالشكل ده كده، وشيلناه من هنا كمان عشان نوسع لنفسنا. ناخد السمك الفيليه القشر البياض، ممكن يكون قشر بياض، ممكن يكون فيليه هامور، ممكن يكون فيليه بولتي بتاعنا زي الفل. نخليه أصابع لطيفة كده بالشكل ده كده. قطعية دي مهمة عشان تبقى كلها قد بعضها لما نيجي نسواها في الزيت، ما تبقاش واحدة مش مستوية وواحدة مستوية وهكذا. لو أنت جايب السمك ده فريزن أو مجمد لازم يفك من التلج الأول، ده الطبيعي، ما تحطهوش بالتلج بتاعه، ويفك بعيد عن الميكرويف بتاعك أو بعيد عن الفرن. السمك بيفك طبعا بطبيعته كده. دول شويه حلوين قوي، ناخد دي كمان عشان الاولاد كتير عازمين صحابهم النهارده. معانا فص توم حلو، معانا شويه شبت حلوين، حلو قوي كمان. معلقه صويا حلوه كده، واذا حطيت الصويا صوص ما تحطيش ملح. حلو. معانا من الملح، سوري، معانا من الفلفل شويه صغيرين. تتبيله لطيفه كده عشان طعم السمك الفيليه يبان، والاسماك عموما مش بتحب التوابل الكتيره ولكن تحب الفليفر، روزماري، كركم، زعتر وهكذا. عصره ليمون يا عم الشيف كمان. السمك اللي تعمليه في البيت بالشكل ده
طبعا قالك قالك بالتاكيد طبعا تسلم ايدك يا حبيبتي. يعني شايفين عندنا السمك الفيليه بتاعنا اهو، خد التتبيله، خد النشا، خد الدقيق. التركايه هنا ايه يا عم الشيف؟ معلقتين دقيق مع معلقتين نشا، اصبح السمك هنا جاهز. نعم يا غالي. لا مش هنحط بيض، انا ما بحبش البيض في تتبيله السمك عموما خالص، لا بيض ولا الصفار ولا الحاجات دي كلها. السمك كده جاهز، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هو كده الطبيعي، بنجيب التتبيله بتاعتنا، ممكن تكون بقسماط، ممكن تكون رقائق الذره الهشه بالشكل ده كده، ونسقطهم هنا كده اهو، نشيل من الخلطه الحلوه دي كده اهو. عندنا زيت شديد الحراره. هتقولي لي ايه السرعه دي يا شيف؟ انا معاكي واحده واحده. مسكنا السمك قطعناه، تبلناه بالزعتر بالثوم. اوعي تحطي زيت، انصحك يعني ايدك ما تروحش على زيت الزيت وتحط شويه زيت هنا، مش بتعمليه مشوي. اي حاجه تتعمل بنيه، اي حاجه تتعمل كرانشي، اي حاجه تتعمل كريسبي، اي حاجه تتعمل مقليه، اوعي تحطي زيت. هنخليهم كده في التتبيله الحلوه دي كده اهو زي الفل يا عم الشيف. دي انا مش عايزها بقى خلاص، اشيلها من هنا. اصبح السمك كده جاهز اهو، بنقلبه بالراحه. وعندنا زيت شديد الحراره. المفروض ان احنا بنعمل ايه يا عم الشيف؟ ده بيتعمل بالتتبيله الحلوه دي كده، ويتدخل تحطه في التلاجة، تحطيه في الديب فريزر شويه، تقريبا نص ساعه مفيش مشكله، ساعة زمن مفيش مشكلة. عملتيهم وتحطيهم في طبق وتخليهم مثلا وقت ما يجوا الأولاد أو جوزك أو الأسرة الجميلة تحمروهم في قلب الزيت، برضو مفيش مشكلة، بس يكون عندك متحضر وجاهز كده بالشكل ده كده أهو. ما رحتيش بره أكلت سمك، عملتيه في البيت. وأنا مع إنك أنت تعملي أكلة السمك في البيت بتضمني نظافة السمك، دي رقم واحد. رقم اتنين، نوعية السمك بتضمنيها إيه هي؟ السمك الفيليه ده عارفاه ان هو قشر بياض او امور ايا كان. السمك كده متبل وزي الفل، هنخليه على جنب يا عم الشيف ونخش على اللي بعده. هستاذن طبعا استاذه رحاب، نطلع بمقادير الاسبرينج رولز بالسي فود. مقاديره على الشاشه، اسبرينج رولز بالسي فود مقاديره على الشاشه. تشكيله بالسي فود شعريه، زيت سمسم، صويا صوص، كل دول مع بعض، ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. كده السمك الفيليه جاهز معانا اهو، هنخليه قدام عينينا كده ونخش على الاسبرينج لوردز اهو. طاسة على النار شديدة الحرارة، حلو قوي، بنحط فيها شوية زيت سمسم. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل، ما تكتريش يعني، لأن الزيت ده طبعا الفليفر بتاعه عالي جدا اهو. معاهم شوية زيت زيتون. الاكلات اللي هي من المطبخ الصيني او الطلياني او الياباني دايما بيبقى زيت الزيتون غالب فيها. حلو قوي. معانا شويه جمبري. المقادير الاسبرينج على الشاشه، بصلايه حلوه، بصل، ثوم، تشكيله من السي فود بالشكل ده كده، وناخد شويه الجمبري الحلوين دول. معانا شعريه صيني، ما عندكيش شعرية صيني نحط الشعرية بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. شوية الجمبري دول بيتحمروا بالشكل ده كده. والله انا ممكن احط معاها كاليماري، احط معاها سبيط زي ما انا عايزة. حلو، اللهم صل على النبي. انا معايا كاليماري ومعايا سبيط، هستخدمه طبعا في الفرايد رايز بتاعي، ممكن اخد شوية كمان استخدمهم في الاسبرينج رولز بتاعنا واحنا مع بعض كده واحدة واحدة. ولكن خلينا نتكلم عن الرخويات اللي بتبقى موجودة في البحر، يا اما سبيط يا اما كاليماري، الاثنين موجودين معانا. استخدامنا ليهم بيكون طبعا في تشكيلة من شوربة، او ان احنا نستخدمه في فرايد رايز زي ما احنا عايزين حسب الرغبة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. الجمبري بتاعنا في قلب النار مع زيت السمسم، طبعا مش هستخدم ملح بالشكل ده كده. دي كاليماري حلوه، تعالي ناخدها بالشكل ده كده اهو، سكينه حاميه واقطعها رفيع كده عشان تستوي مع الجمبري.
بالشكل الدائري ده كده، واخلي الباقي معايا للفرايد رايز. اللهم صل على النبي، تعالى هو ده. ونقلب دول كده مع بعض. النار ضعيفه ليه؟ زي الفل. معايا هنا ليمون معصفر، انا بحب الليمون المعصفر ده في ليفر جوه الخلطه، بيدي تيست عالي. شفت دي ازاي اهي؟ ليمونه من البرطمان اللي انت جايباه او اللي انت مخليلاه، حطها جوه خلطه الحشو بتاعت السبرينج رولز، هيبقى طعمه مختلف، هيبقى فليفر حلو فاتح للشهيه. طبعا مش هنحط ملح هنا خالص لان الليمون ده برده فيه نسبه ملح. حلو قوي بالشكل ده كده. اضافات كده بتاعتك انت بتخليك تميزك في المطبخ. نقلب دول كده مع بعض. معانا الشعريه الصيني دي يا مخرجنا يا جميل اهي. الشعريه الصيني ديت انواع في السوق، في منها الرفيعه جدا وفي منها التخينه شويه بالشكل ده كده. انا جايب الاثنين. دي بتتعمل من دي الرز عشان نبقوا عارفين، بتتصنع من دي الرز غير المكرونه، من دي العادي اهي. بناخد الشويه دول كده بنحطهم هنا، ونخلي ده كده على جنب، ونحط شويه ميه كده. انا عملت الحشوه بتاعه السبرينج رولز. عندك حلبه او نبته الحلبه اللي احنا عارفينها دي، بتتباع في السوبر ماركت او انت تعملها في البيت. اخواننا الصينيين واليابانيين بيحبوا يستخدموها في الحشوات بتاعه السبرينج رولز زي ما انت عايز. نسيب ده يغلي على النار، وناخد بعدنا نطلع فاصل صغير عشان الخليط ده ياخد غلوه، وبعد الغلوه دي نسيبه يبرد، وبعدين نلف مع بعض رقائق السبرينج رولز بالسي فود. ومعانا السمك الفيليه بتاعنا كريسبي مقلي بطريقه سهله وبسيطه لكل الامهات اللي حابين يعملوا لاولادهم اكله سمك. ما ننساش طبق رز جامد جدا النهارده فيه كل مأكولات البحر، فرايد رايز بالسي فود. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن بتاخدنا للمطابخ العالميه النهارده باكله سمك. عشان نقول الحقيقه يعني النهارده لا مشوي ولا مقلي ولا صينيه ولا سنجاري ولا زيت وليمون ولا طبعا باتر فلاير، الحاجات اللي احنا متعودين عليها. انا معايا النهارده السبرينج رولز بالشكل الجميل الحلو، الفليفر بتاعي الصويا صوص وزيت السمسم، ما نحرموش طبعا من برشه من الكزبره الخضراء، أوراق الكزبرة الخضراء، بلاش العروق من فضلك، تنزل هنا زي الفل. إيه كمان يا عم الشيف؟ هو ده، بصل أخضر برضو العروق بتاعته كده لطيفة. ونخلي بقية البصل الأخضر ده للفرايد رايز بتاعي، بناخد دول كده. حلو الكلام. طبعا دول بينضافوا في الآخر خالص عشان الخضار والجمال يبان. مع الشعرية حشوة لطيفة جميلة هتعجب الصغير والكبير. هناخد دول زي ما هم كده بنسقطهم هنا. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف. معايا تشكيلة من الرخويات، سبيط كاليماري بالشكل ده كده. باخد راس السبيطية الحلوة، انا من الناس اللي مش بيغسلوا السبيط بعد تقطيعه، عايز استطعم اليود بتاع البحر اللي موجود فيه. معانا الكاليماري الحلوة دي كده، بناخدها كمان بالشكل ده كده. هعمل انا دلوقتي طبق من الفرايد رايز، ممكن ياخد جمبري، ممكن ياخد كابوريا، ممكن ياخد اسماك زي ما احنا عايزين. تقطيع السي فود كده بالشكل ده كده. البعض بيسال دلوقتي هنساوي الجمبري ولا الرز الاول؟ انا معايا رز مصري اتغسل واتسلق قبل كده مسبقا زي الفل، موجود جاهز معايا هنا اهو. نبص عليه. الرز المصري ده طبعا هو اساس الفرايد رايز، نعمله في اليابان، نعمله في الصين، نعمله في ماليزيا، نعمله في اي مكان، فرايد رايز بالرز المصري. عايزه تعمليه بالرز البسمتي اهلا وسهلا، بس مش هيبقى طعمه حلو. هتساليني تقولي ليه؟ لان الرز المصري ملك السوشي في اليابان، تفطروا بيه، يتغدوا بيه، يتعشوا بيه، لانه غني بالنشويات بالشكل ده كده. هو الوحيد اللي يقدر يديك الشكل اللي احنا عارفينه.
سواء في السوشي سواء في الفرايد رايس. ده جاهز معانا زي الفل. طاس على النار شديدة الحرارة، معلقتين من زيت السمسم، يليهم معلقتين من زيت الزيتون، شوية رز كده على السريع في اللطافة، بصلاية ناعمة، الله، العب، فص توم ناعم، العب، تحميرة لطيفة، ننزل بالسي فود بتاعنا، اللهم صل على النبي، الصبيط الأول، هسة وننزل بالجمبري، بالشكل ده كده. زيت السمسم هنا ريحته قوية جدا، خلي بالك، غير أي نوع الزيوت كلها. معانا فلفل حار زي ده كده، فرايد رايز يبقى شوية سبايسي مفيش مشكلة، قطع بالشكل ده كده. كفايه دول، بناخدهم بننزل بيهم على السبيط مع الجمبري بتاعنا، الله على الطبق ده. عندك كابوريا حط كعبين كابوريا، عندك عودين جمبري حط عودين جمبري، مش هيخسروا. كل دول يتقلبوا على النار، اللهم صل على النبي. اهو الرز المصري هنا هينزل يلم الشمل ده كله، تاني معلقتين من زيت السمسم. اللي هيخش المطبخ دلوقتي او اللي هيجيب القناه الاولى جاي متاخر مش هيقول لك دي الشيف بيعمل سمك، احنا متعودين على السمك ريحه زفاره، دخان جامد في المطبخ، بنشوي بنقلي بنحمر كل ده. النهارده الموضوع بسيط جدا وسهل، في لطافة، في طعم تاني، في شكل تاني. ده جمبري مع صبيط مع كاليماري مستوي مع الصويا صوص مع زيت السمسم. الكمون والكزبرة مالهمش مكان بيننا النهاردة خالص. يا فندم. يلا، الله عليك، جيت في وقتك يا حبيبي. الشكل ده كده، التشكيله دي كده، جابوا لي السمك من الفريزر، ايه الحلاوه دي؟ جيبوا لي بقى، الله يرضى عليك، انت حبيبي. عجينه السبرينج رولز بنجهزها ونحضرها. عايز الف شويه سبرينج رولز حلوين كده. اللهم صل على النبي. نظافه مطبخك اول باول. الصوره الحلوه مع أكلة سي فود النهاردة بطعم تاني وشكل تاني تتحدث عن نفسها. ادي الحشوة بتاعتنا بتاعت السبرينج رولز موجود معانا، تعالوا نحشيه ازاي ونلفها ازاي ونقفلها ازاي وازاي ما تفكش مننا في قلب الزيت ده مطلوب. السوبر ماركت فيه نوعين من العجينة بتاعت السبرينج رولز، عبارة عن واحدة بالبيض وواحدة بالغير بيض. جيب اللي في ايدي دي اللي هي لونها ابيض، هتلاقي لونها الاصفر ما تجيبهاش. يا نعم، عينيا، حاضر، حلو. مخرجنا طلب مني طلب، عارفين ايه هو؟ هو ده. يا فندم، تعالوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، هنلف مع بعض عجينة السبانينج رولز. هنحط شوية كده اهو، واحد اتنين تلاتة. طب ما لقيتش العجينة دي يا ام غازي، سعرها غالي شويه، مش موجوده في المنطقه اللي انا فيها، مش موجوده في السوبر ماركت اللي انا فيه، اعمل ايه؟ هاتي عجينه الجلاش، هتقوم بنفس الغرض بس هتخليهم طبقتين فوق بعض. حلو قوي. السبرينج رولز لما نيجي نلفه بنلف الورقه كده على شكل نجمه، بالشكل ده كده. حلو الكلام، هقول لك ليه دلوقتي. تشكيله السي فود معايا جاهزة، بنجيب شوكة السي فود أخباره إيه؟ استوى، الله، ده جاهز دلوقتي، أنت تقدر تعمل اللي أنا بعمله ده، تحضريه وتجهزيه كده، ولادك يتجمعوا على خير على طبلية واحدة
ويا ريت الطبليه تلمنا وترجع تاني. ولادك اتجم نعمين اهو عينيا اهو اهو ده اهو. الجمبري بيتنطط في قلب الكسرولة. عايز اجيبه لك الكنترول يا شفيق؟ قول لي عايز ايه يا غالي. اهو اهو العب اهو حلو اهو. جمبري صبيت. مهم جدا وانت بتعملي السي فود بتاعك تكون حريصه ان يكون مطبخك نظيف بالشكل ده كده. ده جهزتيه وحضرتيه، ولادك يتجمعوا على خير، بنقدر ان احنا ايه نحط الرز ويتقدم مباشره. ناخد معانا الاسبرنج رز، دي شعريه اهي. بحط مع الشعريه دي شويه جمبري. وواحده كاليماريا. الله. تتلف ازاي دي يا شيف؟ يلا يلا مع بعض اهو. بحط ايدي كده. كده. والفها كده. فاكرين في رمضان الشهر الكريم جاي على خير ان شاء الله بالحب وجاي بخيره اهو. الدقيق بتاعنا بتاع ايه؟ عجينه السمبوسه اهو. واقفلها كده بايدي واحط هنا. يلا مع بعض نعمل شويه. خلي الحشوه دي هنا اهو. تاني الشعريه. كمان شويه شعريه. طب الشعريه دي مش في المنطقه بتاعتنا؟ الشعريه البيضه الحلوه دي كده. نستخدم انهي نوع من الشعريه؟ الشعريه بتاعتنا البيضه اللي بتعملها مع رز بشعريه هتبقى زي الفل. ما لقيتهاش مفيش مشكله. حطي كابوتشا، حطي كرومب. كرومب الابيض والاحمر الاثنين مع بعض. ده سمك يا شيف النهارده؟ ايوه سمك النهارده بس بطعم تاني وبشكل تاني. ادي الجمبري وادي الكاليماريا وادي الجمبري. الجمبريه دي كبيره. وادي الكاليماريا. حلو. يا نعم ممكن يتعمل بالفراخ. الله عليك يا عم، تعال اشتغل مكاني والله. بيقول لي ممكن مش عايز اعمل سي فود اعمله بالفراخ. اه ممكن يتعمل بالفراخ. ازاي؟ هنجيب صدر الفراخ يتقطع شرايح رفيعه كاننا بنعمل شاورما. ياخد شويه فلفل جوليان متقطعه يعني رفيعه، معلش المصطلح ده. وبعد كده برضو ياخد زيت سمسم، ياخد صويا صوص. عندك شعريه حط مفيش مشكله. عندك مكرونه سباكيتي حط شويه مفيش مشكله. كده الحشوات تمام، كل واحده واخده حقها زي الفل. نلف مع بعض اه. جيب لي بقى مخرجنا التفاصيل في لف الاسبرينج رولز بتاعنا اهو. اه حلو قوي. اه الله. اه نفس القصه. العجينه دي للامانه احلى عجينه ممكن تشتريها بدون ذكر اسمها، بس انا اقول لك علامه برؤيه العين، تجيبي اللي لونها ابيض ما تجيبيش اللي لونها احمر او اصفر. خلي بالك هتفك منك في قلب الزيت. طب دي بيستخدموها في ايه؟ بيستخدموها في طبقات غير انك انت تقليها في الزيت. اه ما العجينه دي بتستخدم زي عجينه الجلاش. اه لفيت كام واحده كده تقريبا، دخلنا تقريبا في 10 زي الفل. نلف كمان معانا وقت، ما تخلوني الف لغايه لما اطلع فاصل. ايه رايكم؟ حلو الكلام. يلا انا هبدا الف، احط شويه تاني هنا عشان جاي على بالي الف لي 5 6 7، لان ابني عازم صحابه النهارده، جوزي عازم صحابه النهارده، عايز ياكلهم اكله حلوه مختلفه. هنلف الاسبرينج رولز مع بعض بالسي فود، وتعالوا مع بعض ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع مع بعض نشوف مع بعض نعمل السمك الفيليه كرانش ازاي او نعمله كريسب ازاي. معانا كمان فرايد رايس جاهز معانا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض الاسبرينج رولز في قلب الزيت بيتقلي. مخرجنا الجميل حبيب هارتي انزل بيه كده زي الفل. تحميره تقديمه فله مشيت خالص. اللهم صل على النبي. ايوه العب ده اللي كان بيتلف معانا من شويه. نودي الزيت شويه، عايز اقدم معاه صوصات انا حبيبها. قلت لحضراتكم هنقدم صوصات معاه. معانا الليمون المعصفر اللي سال عليه الاخ الكريم اللي اتصل من شويه وشكرنا. نعمل الصوص الحلو ده كده مع بعض. بساطه سهوله مرونه. معانا قرن فلفل حار بنحطه هنا، ليمونه معصفره، وكمان قرن فلفل حار. حلو. عصير ليمون، شويه فليفله حلوه. ده الصوص ده بتاع الاسبرينج رولز. شويه كزبره، شويه شبت، حلو قوي. بحط معاهم معلقه مايونيز تديني قوام. كل دول يا شيف مع بعض في قلب الكب. اللهم صل على النبي. يلا خلص الكلام، نشيلها كده. بنقدمها بشكل لطيف هنا، شفت ازاي؟ اهو معايا فلفل بحطهم هنا كده، حاجات لطيفه كده بتلاته تعريفه. نقدمها هنا كده ونخلي دي للمايونيز بتاعنا. ما تكلفيش نفسك، كله من مطبخك. والحاجات دي الاولاد بيحبوها قوي على فكره. ناخد الطبق الحلو ده كده ونروح عند الزيت. عينية دلعني زي ما انت حابب بقى. عايز صوص سبايسي شوية معانا، معانا مايونيز، ممكن نحط كاتشب، تومية عبارة عن مايونيز وتوم حسب الرغبة. ألف هنا وشفا للي ياكل. نخليه هنا ولا نجيبه على الكنترول؟ زي ما تحب. نشيل ده من هنا. ماشي تمام. حلو قوي. تعالوا مع بعض نشوف ايه قصة الفرايد رايس بتاعنا. حلو قوي. واحنا مع بعض كده. السي فود بتاعنا مستوي جاهز. اللي هو الكاليماري مع السبيط. في قلب النار هنا. حلو. معانا الفيليه بتاعنا اللي احنا متبلينه من شويه. نكسب وقت البرنامج بتاعنا ونبدا نحمره مع بعض. بساطه سهوله مرونه. قدرنا نعمل اكله سمك النهارده مختلفه المذاق، مختلفة الطعم، مختلفة الشكل، خبرة طهوية غلابة. ايه الحلاوة دي؟ كل دول يترصوا كده الأول زي ما أنا شغال كده. في الآخر ينزل الزيت كله مع بعضه. وما يتقلبش يا أخت الله يرضى عليك خالص. أنت حطيه في قلب الزيت وسيبيه، اجري اطلعي بره المطبخ لأنك أنت فرحانة بيه. كل شوية تعملي كده بشوف شفية طول ما واقف قاعد يخبط في الحلة. ننزل بيه كده. هو ده
اللهم صل على النبي. الرز بتاعنا مش عاجبني الخلطه بتاعه السي فود، عايز اديها طعم كده فليفر حلو قوي. معايا روزماري، معانا شويه كزبره خضراء، السي فود او الفرايد رايس بيحب الشبت قليل ما نكترش. نقلب كل ده مع بعضه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ نقف وقفه ابداعيه هنا اسمها محطه الابداع المغازيه. ايه هي بتقول المحطه دي؟ حلو قوي. المحطه دي بتقول هنا شويه صوص طماطم بقى طاجن سي فود بالطماطم او الوايت صوص او الريد صوص. حطينا كريمه لباني بقى طاجن سي فود بالوايت صوص. واحنا واقفين في مكاننا طلعت من الطبق ده ثلاث حاجات، ايه هم؟ فرايد رايز اوكي، الحاجة التانية ممكن اعمل طاجن سي فود بالريد صوص مع طماطم عشان يبقى لونه احمر يعني، نتكلم المصطلحات المعروفة في بعض المطاعم. نقدر نحط الوايت صوص اللي هي الكريمة اللباني مع قليل من الحليب والنشا بقى هنا الوايت صوص. هي دي الفكرة اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. لما اخش المطبخ واعمل سي فود انت زي الدكتور في المطبخ. حلو الكلام. ننزل بالرز بتاعنا. كفايه مش عايزين رز كتير. ونقلبهم. الله، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ طبق الرز ده تعظيم سلام له. في طعم زيت السمسم غلاب، في الصويا صوص طعمها لطيف، في الفرايد رايز الرز بتاعنا الجميل المصري غني بالنشويات بتاعته. غير كده ما يتعملش. يتعمل برز بسمتي ممكن، بس انا شخصيا بحبه بالرز المصري. وعملته في كل الدنيا في العالم كله بالرز المصري. هو ده، عشان كده الرز المصري غالي. جاهز للتقديم. اخبار الفيليه بتاعنا مش هقلبه زي ما هو كده. حلو الكلام. نجيب طبق التقديم. اللهم صل على النبي. ايه رايك في السمكتين الحلوين دول؟ يلا نلعب. هو ده، العب. اللهم صل على النبي. شيت رز فيهم خبرة طهوية، فيهم الجمبري مستوي، فيهم الكاليماري مستوي، فيهم الصبيط مستوي، عند الكابوريا حطي، عند الجمبري بالقشر حطي، عندك سمك فيليه حطي، زي ما انتي حابه. اللهم صل على النبي. السمك في النار وربنا يكفينا شر النار. ترويع كده على الطبق بتاعنا ده الطبيعي عشان مخرجنا الجميل بيحب الصوره الحلوه. معانا ليمون نحط، معانا فلفل حار نحط حسب الرغبه، بس انا جاي على بالي ادلعها كده. دي سمكه حلوه تاخد الشكل ده كده. حلو قوي زي الفل. يا عيني البصل الاخضر انا بحبه قوي على فكره مع السي فود مش مع طبق الفول وبس. اللطافة والبساطة في التقديم. أخبار السمك إيه؟ بيناديني. وقت ما تقول لي ارفع هرفع. عيني. العب. العب. التوبنج ساب من السمك الفيليه؟ الكفر ساب من السمك الفيليه؟ أبدا. مش بنهزر. بتهزر ولا إيه؟ هو ده، هو ده. العب يا سمك. الله عليك يا شفيق. الله عليك لما تشتغل بمزاج. ارفع، هو ده. تعالوا نغرفه مع بعض. برضه في طريقة للتقديم.
نشوفها مع بعض هنغرفه ازاي. مناش كبابجي بقى احط بقدونس والجو اللي احنا عارفينه ده، انا مش بحبه خالص. هنا. ايه رايك يا حبيب قلبي كده تمام زي الفل. والله انا عايز اغرفه بشكل حلو كده يليق بالسمك الفيل. نعمل ايه؟ الفلفلايه الحلوه اللي معايا دي كده، ما انا فاضي ما ورايش حاجه. معايا سكينه حلوه. الحاجات دي مطلوبه. حبيت فلفل بتلاتة تعريفة بس، وجودها في الطبق مع أكلة حلوة زي دي كده، مع طبق سمك أنا حمرته، أيا كان رسالة حب من الزوجة لزوجها. أقبلت الستاير، عايزة نجفة، عايزة أغير شاشة التلفزيون. الكلمة الحلوة والأكلة الحلوة. أهي 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 وردة. مش لازم اروح عند الراجل بتاع الورد ويقول لي الوردة البلدي ب 100 جنيه وداخلين على راس السنة بقى والورد. عندك فلفل الوان، عندك طماطم، املي البيت ورد يا اختي. الله عليك. والله صح. شفيه بيقول لي على الاقل الورد ده هيتاكل. الورد ده مش هيتاكل، ده بيتعمل مربى دلوقتي، انت عارف كده؟ والله حماتي بتعمله مربى. مربة الورد يا ورد. ايه الجمال ده؟ شفت المايونيز ده؟ هو كده زي الفل. نغرف السمك. نعم يا فندم، في شربات الورد ومربة الورد يا ورد. ما الاختراعات بقى حلوة. العب. اللهم صل على النبي. ألف أنا وشيفة للي ياكل. الموضوع مختلف والحكاية هنا مختلفة. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أكلة سمك النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في بداية خالص، في البداية الطعم طعم تاني، والشكل شكل تاني، والتقديم تقديم تاني، مع تكنيك عالي من الخبرة الطهوية. سمك ترانش او كريسبي مقلي عملناه قشر بياض. عايزه تعمليه بولتي اهلا وسهلا. نجيب البولتي بتاع خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها. البولتيه تقريبا بتعمل 600 جرام او نص كيلو. ناخد الفيليه بتاعها نعمله بنفس الطريقه. عملنا فرايد رايس بالسي فود بالرز المصري بتاعنا، اللطافه في زيت السمسم والصويا صوص، ما تستخدميش لا كزبره ولا كمون ولا ملح. عملنا سبرينج رولز بطريقه لطيفه وسهله، قدمنا معاه صوصات، صوص الليمون المعصفر الجميل الفسفوري، انا مسميه الفسفور المغازي، ومعانا كمان المايونيز او التوميه حسب الرغبه. يعني نقول مع بعض ونستحق من حضراتكم رؤيه فن ابداع مع اكله سمك بنعملها يوم الاثنين وبتتعاد يوم الخميس من كل اسبوع. منين يا عم الشيف؟ من ماسبيرو. We'll be right back.
We'll be right back.